الحاجة أم الاختراع، خصوصاً عند اللبناني، إذ بحسب الروايات الشعبية عام 1982 وبظل الاجتياح الإسرائيلي تابع اللبنانيون مباريات كأس العالم بوقتها على بطارية السيارة. أما السنة فبلش البعض منهم بتنزيل تطبيقات غير شرعية لهيدي الغاية، لأنه قبل بيوم واحد من انطلاق المونديال لا يزال موضوع نقله مجاناً عبر الشاشة الوطنية مجهول، وسط معلومات أن المفاوضات بين الدولة اللبنانية والقطرية وصلت لنتائج سلبية بسبب عدم القدرة على تأمين المبلغ المطلوب للشركة النائلة بي إن سبورتس، رغم تخفيضه من 6 مليون دولار إلى 4,500,000 دولار بحسب المعلومات. بي إن سبورتس أعلنت أنها رح تنقل 22 مباراة من أصل 64 من دون تشفير بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما فيها مباراة الافتتاح غداً الأحد بين قطر والإكوادور، بينما رح تكون المباريات الأخرى على القنوات المشفرة. وبمعنى آخر، أمام اللبنانيين الراغبين بمتابعة الحدث الرياضي الأهم عالمياً ثلاث احتمالات لا رابع لإلن. الاحتمال الأول هو المتابعة من المنزل بغض النظر عن مشكلة تأنين المولدات وضعف ساعات التغذية الكهربائية، وذلك عبر الاشتراك مع بي إن سبورتس مقابل 125 دولار أمريكي أو كيبل فيجن. أوكي، أول شيء نحن بنركب بقيمة 85 دولار كامل التركيب مع شهر ببلاش، وبالنسبة للمونديال بتكلف 90 دولار، يعني كلها خالصة مخلصة بتكلف 175 دولار. إذا عندي كريتير الكيبل فيجن ومشتركة معنا نحن أكيد هذا بتكلفك بس حق الباكج. احتمال الثاني هو المشاهدة بأحد المقاهي أو المطاعم يلي البعض منا قرر عدم نقل المباريات، رغم أنه وزارة السياحة أصدرت قرار بتسمح فيه باستيفاء رسم دخول عن كل شخص أو تحديد السعر المطلوب استيفائه عن كل شخص بحسب ما بتقدمه المؤسسة خلال فترة بث المباراة، وذلك بعد إيداعها بنسخة عن لائحة الأسعار باللغتين العربية والإنجليزية للحصول على الموافقة مرفقة بأوقات البرامج المنوي عرضها، على أن تعلن لوائح الأسعار المذكورة بشكل واضح على مدخلها. ولكن بطبيعة الحال هيدا الموضوع رح يزيد الفاتورة على رواد هيدا المقاهي والمطاعم، فكيف رح تكون الأسعار؟ بكرة في أكثر شارج 200,000 على الشخص، كل شيء تطلبوه 200,000 زيادة على الشخص الواحد. بونجور، يعطيك العافية. الله يعافيك. أسألك، حاطين سكرين لتعرضوا المونديال؟ أكيد ما. اوكي، بدي اسالك، في مينيموم تشارج على الشخص؟ 25 دولار بس، غير الارجيل، الارجيل 8 دولار. بونجور، يعطيك العافية. انا فيك، تفضلي. بدي اسالك، انتو حاطين سكرين لعرض المونديال؟ عارضين الماتشات. نعم، عارضين الماتشات. وقد ايه المينيموم تشارج على الشخص؟ احنا كبكرة تتحية ومع الماتش قطر بكرة ما في من وشار، بس من أكل إجباري. أوكي. ممكن تروح شغل تاني ورايح إدمان الثان 450,000 بتضمن من أكل. وبحال الوضع المادي لشخص ما بيسمح له للجوء لأحد الاحتمالين السابقين، ما بيتابع المباراة بكل بساطة، إلا إذا وصلنا لنتيجة معاكسة بالربع الساعة الأخير.